بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طلابي طلاب الصف الأول متوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنراجعة على درس عالم الخلايا في الفصل التاسع، وبنتكلم على أهمية الخلايا. طبعا الخلايا عارفين إن كل المخلوقات الحية تتكون من الخلايا، سواء كانت النباتات أو الحيوانات أو الفطريات أو البكتيريا أو الطلائعيات، كلها بتتكون من الخلايا. يبقى الخلايا هي لبنات الحياة، هي وحدة بناء المخلوقات الحية عموما. ولو شفنا النبات، أي نبات، هنلاقي كله جسمه من خلايا مترصة جنب بعضها. جسم الإنسان أيضا كل جسمه عبارة عن خلايا مترصة جنب بعضها، كل خلية لها وظيفة، أو كل مجموعة خلايا لها وظيفة معينة تقوم بيها. يبقى إذن الخلايا دي بتكون طبعا من خصائصها إنها تكون صغيرة جدا، لا ترى إلا بالعين المجردة، ما تستطيع تشوفها إلا بالعين المجردة، ما تستطيع تشوفها بالعين المجردة، تشوفها بس بالمجهر، ودي بيسموها الخلايا المجهرية. وطبعا الخلايا دي في منها خلايا صغيرة جدا، وفي خلايا أكبر حجمها أكبر، يعني خلايا النبات خلايا تعتبر كبيرة في الحجم، أما مثلا في خلايا زي خلايا البكتيريا تعتبر خلايا صغيرة جدا. طبعا زي ما قلنا، نفكر تاني إن جميع المخلوقات الحية تتكون من الخلايا. في بعض المخلوقات زي البكتيريا بتكون جسمها كله عبارة عن خلية واحدة، وده يطلق عليه اسم المخلوقات وحيدة الخلية. أما في مخلوقات عديدة الخلايا مثل الإنسان أو النباتات، يعني جسمها يتكون من خلايا كثيرة. طيب، بداية طبعا المجهر ما كان موجود من قديم الأزل يعني، ولكن العلماء بدأوا يستخدموا دراسة أو يستخدموا المجاهر في الدراسة من 300 عام فقط، من لما بدأوا يطوروا المجاهر ويستخدموها في العلوم. المجهر اللي عندنا في المعمل ده بيسموه المجهر الضوئي، وبنستطيع ان احنا بيستطيع ان هو يكبر الاجسام او الاشياء الصغيره، وعبر العدسات اللي بتستخدم فيه. وطبعا المجهر ده موجود فيه عدستين، عدسه عينيه اللي بتكون قريبه من العين، وعدسه اخرى تكون قريبه من الشيء اللي انت بتحاول تشوفه او تحاول تكبره، اللي هي بيسموها العدسه الشيئيه. وكل واحده فيهم لها معامل تكبير بتكبر، ومعامل تكبير المجهر كله بنضرب معامل تكبير العدستين في بعض. طيب، والخلايا، طب الخلايا بتتكون من ايه؟ الخلايا طبعا، الخلية دي هل هي لها مكونات في الداخل؟ طبعا لها مكونات في الداخل. طيب، العلماء طبعا درسوا المكونات، مكوناتها من الداخل، ان لقوا ان الخلية دي طبعا اجزاء صغيرة جدا، ما تمكنوا العلماء الا لما اخترعوا المجهر حتى استطاعوا ان هم يروا ما بداخل الخلية. طيب، هذه الخلايا بتتكون من بعض المواد في داخلها، والعلماء عملوا نظرية يسموها نظرية الخلية. هذه النظرية لها أفكار ثلاثة رئيسية، اللي هي واحد، بتتكون جميع المخلوقات الحية من خلية أو أكثر. اثنين، الخلية هي اللبنة الأساسية للحياة، وتحدث بداخلها الأنشطة الحيوية كلها. ثلاثة، تنشأ جميع الخلايا من خلايا مماثلة لها، يعني الخلايا دي تستطيع أنها تنقسم وتعطي خلايا مماثلة لها في الشكل وفي التركيب وفي الوظيفة. طيب، طب الخلايا دي يعني ممكن نقسمها إلى نوعين، أو العلماء قسموها إلى نوعين، خلية نباتية وخلية حيوانية اللي احنا ندرسهم يعني. انما في خلايا اخرى طبعا، زي الخلايا الموجوده في البكتيريا او في الطلائعيات، او دي انا هندرسها بعدين في ثانوي ان شاء الله، اللي هي بتكون مختلفه في التركيب وفي الوظيفه عن الخلايا النباتيه او الخلايا الحيوانيه. طيب، الخلايا اللي تعالى نشوف الخلايا النباتيه والخلايا الحيوانيه بتتكون من ايه. هو تقريبا الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية الاثنين متشابهين جدا في التركيب،
ما عدا بعض الفروق البسيطة جدا بينهم. طيب، بداية كل الخلايا يا شباب بتتكون بداخلها نواة. هذه النواة هي التي تسيطر على معظم أنشطة الخلية. يبقى أول مكون أساسي للخلية هو النواة اللي في الداخل. طيب، عرفنا اللي في الداخل. طيب، يحيط بالخلية من الخارج غشاء يسمى الغشاء البلازمي. هو اللي بيحدد شكل الخلية، وهو اللي بيحفظ الأشياء اللي داخلها. يعني لو ملهاش أي غشاء في الخارج، يعني ممكن كل مكوناتها تخرج في الخارج، أو ممكن بعض مكونات من الخارج تدخل داخلها وتفسد الخلية. فالغشاء ده هو اللي بيحيط وبينظم الخلية، بينظم المواد اللي داخلة إليها وخارجة إليها. طيب، أيضا يوجد جزء هو المسؤول عن إنتاج الطاقة. أي كائن حي بيحتاج إلى الطاقة. طيب، زي السيارة عندك كده، السيارة عندك تحتاج إلى طاقة إنها تمشي. مين اللي بيمشيها؟ الماكينة. الماكينة دي اللي موجودة عندنا هنا في الخلية هي الميتوكوندريا. هي تعتبر هي الميتوكوندريا، هي الماكينة اللي بتنتج الطاقة، يعني بتحول الغذاء إلى طاقة. بعد كده داخل النواة يوجد فيها الكروموسومات. الكروموسومات دي اللي هي بيكون مسجل عليها كل صفات الخلية أو صفات المخلوق الحي، اللي احنا بنطلق عليه الدي ان ايه. طيب، وين بتخزن الغذاء؟ بتخزنه داخل حاجه سموها الفجوه. الفجوه دي بتخزن الغذاء والماء والاملاح المعدنيه، وحتى كمان بتخزن بعض الفضلات اللي بتطردها خارج الخليه. طيب، كل الاشياء دي اللي هي النواه والميتوكوندريا والفجوه كلها داخل الخليه بتسبح في سائل. هذا السائل يسمى السيتوبلازم. يسمى السيتوبلازم ده اللي بكل كل العضيات اللي داخلها بتسبح داخله. طيب، دي الخلية الحيوانية. طيب، الخلية النباتية. الخلية النباتية أيضا فيها نفس اللي موجود داخل الخلية الحيوانية، ما عدا إن فيها بعض الأشياء الزائدة. زي إيه؟ زي يوجد فيها البلاستيدات الخضراء. البلاستيدات الخضراء اللي بتعطي اللون الأخضر للنبات، هذه التي تقوم بعملية البناء الضوئي. دي طبعا مش موجودة في الخلية الحيوانية، لأن الخلية الحيوانية لا تقوم بعملية البناء الضوئي. طيب، جميل. ايه تاني كمان في فرق؟ في فرق طبعا اللي هو في الخارج. احنا عارفين ان في الخلية الحيوانية يوجد في الخارج الغشاء البلازمي اللي بينظم مرور المواد من وإلى الخلية. طيب، في الخلية النباتية يوجد شيء كمان زيادة بعد الغشاء البلازمي ده، في الخارج يحيط به جدار يسموه جدار الخلوي. الجدار الخلوي ده بيعطي الخلية قوة ويدعمها، وده موجود في الخلية النباتية وغير موجود في الخلية الحيوانية. وفي عندنا دلوقتي في حاجتين موجودين في الخلية النباتية وما هم موجودين في الخلية الايه؟ في الخلية الحيوانية، اللي هم البلاستيدات الخضراء والجدار الخلوي. طيب، طبعا وظيفة، تعالى نشوف وظيفة بقى العضيات أو الأشياء اللي داخل الخلية. أول حاجة النواة وظيفتها إيه؟ وظيفتها إنها تسيطر على الخلية، تسيطر على جميع، زي المخ كده عند في الإنسان، هو اللي بيسيطر على كل الإيه؟ على كل الخلية. طيب، وأيضا يوجد السائل اللي هو في الداخل يسموه السائل الإيه؟ السائل البلازمي أو السيتوبلازم، وده اللي بكل كل العمليات الحيويه بتحدث داخلها. طيب، وايضا في عضيات زي الميتوكوندريا، وان الميتوكوندريا بتقوم بعمليه الايه؟ عمليه انتاج الطاقه. ويوجد ايضا التخزين. التخزين بيحدث في الخلايا، في داخل الفجوات. الفجوات هي التي تقوم بعمليه التخزين. وزي ما قلنا الطاقه بتحدث في الميتوكوندريا، هي مصانع للطاقه. طيب، ايضا بقى النبات يوجد فيه مصنع اخر لانتاج الغذاء، وهو البلاستيدات الخضراء، هي التي تقوم بعمليه انتاج الايه؟ انتاج الغذاء داخله. وهي دي بتقوم بعمليه اللي هي بيسموها عمليه البناء الضوئي، اللي هي بيستخدم فيها النبات ثاني اكسيد الكربون والماء والاملاح والمعادن من التربه، وتكون به الغذاء وتطلق الأكسجين في عملية البناء الضوئي. وهذه العملية التي تقوم عليها الحياة كلها، عملية البناء الضوئي. لولا عملية البناء الضوئي ما كان في أي حياة خالص على وجه الأرض.
وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا، وأتمنى منكم كل يعني لو في عندكم أي استفسار أو أي شيء يعني تواصلوا معايا، وأتمنى لكم كل توفيق. السلام عليكم.